ورجعنا لكم مكملين مع تورتة البطاطا ومعانا الجميلة دينا ويزو. راح ريح ما فيش اجمل منكم. اكتر حبيبتي دينا برضه اكتر كوميديانات بيضحكوني شخصيا يا جماعه، يعني مش عايزه اقول لك انت فظيعه بجد. موتيني الضحك. مش هبقى افظع من دي. مين بيضحكك يعني؟ مين انت يا دينا ويزو؟ دينا ويزو بجد كده، مين اكتر واحده كوميديا بتضحكك انت شخصيا؟ ستي ستي معجنتو اعوذ بالله. والله شو تلقائيين بجد فظاعة. ايه ما شاء الله، الله اكبر. خلصتها حطيتها في التلاجة حوالي ساعة، مش اقل من ساعة. خلاص قلب بتتقلب بكل سهولة عشان احنا حاطين عايز الكيس. خلاص بس، والكريمة المتبقية حطيتها في كيس حلواني ولا كيس الكريمة وزوقتها. انا بس احط شوية صوص كراميل على الوش. صوص كراميل؟ لا خدي يعني ده بص بتعمل كده عشان يعني بص بقى بص زي الفل. شكرا شكرا. زي الفل، هو فعلا عشان احنا في الشتاء فتقيل. ايوه صعب على فكره. حلو قوي زي الفل كده، كفايه عليك كده. انا بقول كده خير الدنيا. بس حلو زي الفل. يعني ممكن مثلا الست في البيت لو واجهت مشكله زي كده بس تبقى حمام ميه دافي. حمام ميه دافي في الميكرويف شويه. لا حمام ميه دافي اللي هي بخار. صح كده. صح. طب ميه سخنه. ميه سخنه هتلاقي الدنيا ساحت شويه. على الميكرويف ما فيش مشكله خالص، تخففيه بشويه لبن. كل ده اوكي. نقطعه وناكل. لا واقفين بقالنا ساعة عشان اللحظة دي. دي واقفة، دي واقفة مستعدية على فكرة. فخرة والله ان انا ايه مش عارفة. احنا كده ايه، واحد اتنين تلاتة وادينا انا البتاع كله. متقطعليش في بابا. الله. بسم الله. قلبي قلبي يا ناس. دينا تحفه تحفه. انا لما اعصب بجد شكلها تحفه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه دي الحته اللي تنفع لويزو؟ لا يعني اي حد كان كده. انا مش عارفه يعني ما يجيش. خد يا ويزو اي كمان بقى. انا دوي فاتت النهارده. ايوه يلا دي هبه. انا فاهم ويزو. ما هو ده اللي بقوله من الصبح. دي هبه يلا. اتفضلي اتفضلي كل لا والله بقطعك. دول على طول انت ده عمك. انت حطيتي على ده دلوقتي. خلاص حلوه قدام الكاميرا مش هينفع. ايوه اديني حته زيهم. اديني اديني حته زيهم بس يعني. اتفضل يا ويزو. والله بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دي كده دي اللي بقى حاجه ده مدح زور. ايوه كده بتدوقي. دي حاجه بسيطه كده. انا واخديها. انا واخديها كده. صور ويزو بقى. الله الله. طب دي كده دول ويزو ولا انا واختي؟ لا انتوا ثلاثه. انا ثلاثه وويزو. يعني علي شيل. احنا علي شيل الصراحه. والله تسلم ايدك. ثانك يو. شكرا شكرا. بصي يا حبيبتي انت. بصي انا واخد يا بنات دوقوا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دوقتي قبل كده كتير صح؟ طبعا. الكيكة الفراولة دي مع البطاطا عظيمة. لا طعمها مفيش بطاطا. ساعة تحس ان مفيش بطاطا فيها طعم ايه؟ دي من انا حاجه مع شفاء. دي اول مره في المطبخ انا واختي. انا اكل بجد والله. والله يعني بنقر بس. كل يا ويزو. ما انا يعني عشان بس عارفه اللي هو بندوق مش عارفه اعمل ايه. الكاميرا في وشي مش فاهمه. انا نفسي اعمل كده. احنا هنختم. لقيتنا النهارده شرفتينا يا سيف بجد. والله انا كان يوم حلو قوي. وانا اسعد بيكم والله بجد. والله ميرسي على الكادو الجميله دي. ربنا يخليك. ويزو قلبي. ويزو العيش. مبسوطه بيكم والله العظيم. انا مبسوطه قوي. انت شرفتينا ونورتينا النهارده. ضحكتينا بجد من قلبنا. كواليس الحلقه دي اصلا الوحيد رب التدرس بالنسبه لي. لا بصراحه عسل والله. طبعا لو عاوزين تشوفوا وصفات اكتر للشيف دينا منصور تقدروا تدخلوا دلوقتي على اللينكات اللي على الشاشه وعلى صفحتنا. ومشاهدينا مستنيينكم الحلقه الجايه. ما تنسوش معاكم معايا انا واختي. باي باي.